حرصت مجموعة من القساوسة والمواطنين في الإمارات على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، داعين الجميع إلى الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي. شعبنا الطيب، احنا النهاردة في سفارة مصر في الإمارات جايين ندلي بصوتنا الانتخابي، وده الحقيقة واجب وطني. أنا عايز أقول أكتر من كده، ده مش بس واجب وطني، ده واجب ديني كمان. وإحنا بنطلب دايماً لربنا إن هو يحافظ على مصر ويحافظ على رؤسائها ويحافظ على بلدنا. مصر ليست وطناً نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا. نيجي وندلي بأصواتنا علشان نبقى عملنا دورنا أمام الله وأمام الوطن. ربنا يحافظ عليكم. الأحباء المباركين شعب من كاتدرائية الأنبا أنطونيوس في أبو ظبي، النهاردة يوم البرهان العملي لمحبتنا لبلدنا، صوت شعب وإرادة أمة. احنا في السفارة النهاردة زي عرس انتخابي جميل، وكل الناس فرحانة إنها بتلتقي مع بعض وبتعبر عن صوتها. ربنا يفرح قلوبكم ودايما عمار وتحت. النهاردة عرس مصري على الأرض الإمارات، كلنا موجودين مع بعض فرحانين إن احنا موجودين في السفارة. جينا كلنا فرحانين وعايزين نشارك برأينا في الانتخابات ونعبر عن رأينا، لأن مصر إذا كنا احنا بعيد عنها، لكن زي ما قال قداسة البابا شنودة، مصر وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه. فاحنا بنشكر السفارة المصرية على جهودهم الرائعة وعلى تعبهم في هذا اليوم وفي الأيام اللي جاية، ونتمنى كل الخير لمصر في كل وقت، وكل التوفيق والنجاح، وكل التعب اللي في الفترة اللي فاتت يعم بالرخاء والبركة والفرح على أرض مصر. هنا في السفارة المصرية في أبو ظبي، فأول يوم في الانتخابات الرئاسية، احنا ابتدينا الساعة 9، وهي إن شاء الله اللجنة من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء لمدة 3 أيام، جمعة وسبت وحد. وأنا طبعاً بحب أشكر الجالية المصرية على المشاركة المشرفة ليهم في الانتخابات، وما شاء الله الأعداد في تزايد على مدار اليوم. وطبعاً بشكر الكنيسة على دعمها والمستمر اللي بدأ قبل العملية الانتخابية بأسابيع. بصراحة وشورهم ما قصروش خالص، وإن هم نشروا الوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية. وبحب طبعا يعني أشجع باقي الجالية المصرية إن هم يشاركوا وينورونا في السفارة النهاردة وبكرة وبعده إن شاء الله. النهاردة يوم من الأيام السعيدة في حياتنا، إن احنا بنيجي ونعبر عن حبنا لمصر، لأن ده دور مطلوب مننا، احنا موجودين في المجتمع، وعشان كده بنيجي بنقول يا جماعة احنا فرحانين بأن مصر فيها نظام انتخابي، فرحانين بأن صوتنا مهم، عشان كده احنا من بدري جايين ونقول احنا يا مصر بنقول لك بنحبك، ومش بنقول ببقنا بس، ولا بنقول احنا قاعدين في بيوتنا بننزل، وده واجب علينا. عشان كده احنا النهارده موجودين بنقول بنحبك يا مصر. انا بشجع كل اخواتي ان تفضلوا انزلوا وقوموا بواجبكم وادوا دوركم في المجتمع، لان دي رساله احنا مفروض نعملها، لان احنا اصبحنا منظر للناس وللملائكه.